من اكتر المواضيع اللي لفتت نظرنا ان احنا اوقات كتيره جدا، وده بيحصل لان كلنا هنقول، كلنا بنعمل الكلام اللي احنا بنقوله ده، اوقات بنبقى شخصيات بتحاول بقدر المستطاع تبقى الشخصيه الواقعيه القويه في وقت الازمات، خاصه لو في حد بيشتكي لك حاجه. يعني مثلا واحده صاحبتك جت مثلا قالت لك ايه من العياده مثلا ان هي اتطلقت مثلا، وهي صاحبتي وكل حاجه، فباجي بعد كده بقى اقوم انا بدل ما اشاركها لحظه البكاء واطبطب عليها اقول لها يعني هي دي مش نهايه الدنيا، يلا قومي انقلي حاجتك روحي على مامتك دوري على شغل، وابتدي اديها وانا وكل همي ان انا اساعدها. بس في حقيقه الامر العلماء و يعني صحيفه زي ديلي ميل كتبت تقرير كبير جدا عن الشخصيات اللي زينا اللي هم بيقدموا الدعم بقوه في وقت ما ينفعش غير ان احنا نكون متعاطفين فيه، هم عندهم الشخصيات الايجابيه السلبيه، يعني ده مضر جدا للشخصيات اللي قدامنا اكتر ما احنا كنا متوقعين ان هم بيفيدهم. فهمتوا قصدي ايه في الحوار؟ يعني بيبقى نيتي ان انا اساعد، بس هو انا ساعدت لدرجه ان انا ضريت، مش هو ده المطلوب مني دلوقتي. طب ايه النقط التانيه؟ سهير هتبتدي بقى مع حضرتك. هم قايلين هو بعض العلامات وبعض الحاجات اللي احنا بنعملها واحنا متخيلين ان احنا يعني ده الدعم ودي القوة اللي بنديها للشخص اللي بيلجأ لنا، بينما احنا بنكون بنعمل شيء غلط جدا. بس هو فكرة الإيجابية السامة دي فيها حاجتين. الحاجة الأولانية ودي عندي اللي هي الجزء الأولاني ده، ان انا دايما بشوف نص كوبايه مليان، ما بشوفش نص كوبايه فاضي. فهم بيقولوا لو انت طول الوقت شايف نص الكوبايه المليان فدي عندك ايجابيه سامه، فدي عندي ومش شايفه انها ايجابيه سامه. بس ممكن ما هي اللي عندك هو ان انت تبقي بس انت شايفاها بتقدميها زي مثلا زي مثلا من ضمن الايجابيات اللي يعني انا هديكي مثلا. انا ممكن بعمل كده بس انا اكتشفت برضو انها ايجابيه سامه. في اوقات كتيره بيقابلني ناس اصحابي في الشغل او في الحياه العاديه او بره الشغل، يعني ناس اصحابي، فواحده بتبقى مثلا تبقى عملت عمليه او اخذت حاجه فخست، فانا اجي اقول لها ايه ده انت حلوتي او يا خرابي ايه الحلاوه دي؟ قالوا ان طريقه ادائي او طريقه الكلام اللي انا بقوله في اللحظه دي للشخصيه دي اوعوا لا تعتقدوا ان ده ايوه يساعدها. لا ده غلط جدا. قال لا لك ده دي غلط، دي لا لا ده الجزء رغم التاني ان من انت ناويه انك انت ايوه ان تديها انت فاكره ان انت كده لكن لا لازم لا تتعاملي لا مع ده موقف جزء، بأقل من كده. لا ده الجزء التاني. لكن انا هو بقول لك بس فكره الجزء الاولاني ان انت يبقى طول الوقت شايف كوبايه مليان، طب ما انت لان انت اوبتمستك مش بسمستك. المتشائم بيشوف دايما نص كوبايه فاضي، انا دايما اشوف نص كوبايه مليان. هما بيقولوا ان دايما مش ده صح، بس انا ليه بقى؟ بعمله وانا طب مقتنعه ليه هما ان بيقولوا هو دايما ده مش ده صح؟ صح. بيخلينا ايه؟ اللي هو ان انت اكتر ممكن حتة ما بتبقاش واقعي، ان انت ما انتش واقف على الارض، لكن طول الوقت اللي هو تفعلوا بالخير تجدوه، ان انت بتهوني على نفسك وبتهوني على الاخرين. لكن هما حاطين القصه دي للاسف من ضمن يمكن الايجابيه طريقة، السامه. هقول لك على حاجة، يمكن طريقة تطبيقنا لفكرة ان انت بتبصي لنص الكوباية المليان، يعني انا عارفة ان احنا دايما نبص للكوباية المليان دي في كل كتب، في كل كتب علم النفس ان هي دي مهمة، ده المطلوب. امتى وازاي؟ انا اعتقد امتى وازاي ومع مين؟ يعني انا لو مشكلة تخصني انا، هو مش هيتكلم، ما عندوش مشكلة فيما يخصني انا. انا مثلا في حصل لي موقف، ابص الموقف ده الحلو منه في ايه والوحش منه في ايه عشان ما اكتئبش، ده انا. لكن انا لما اجي اتعامل مع الاخر في فكرة نظرية الكوباية النص الكوباية المليان، انا لازم اختار التوقيت. قالوا ايه؟ ان ما ينفعش ان انت تتدخل بنيه طيبه لصاحبك وتبتدي تبص تقول له بص على الناحيه المليان، بص على الخير يا عم، انت مثلا زي مثلا كن عي تعب كن حالته حاله ممتن وفاه، يا بس عم ربنا كريم دي ما دي توفت يوم جمعه، يا عم ده فكره. انت بتبص للجزء الخير اللي تحاول تقنعه ان هون على نفسك، بس هي الطريقه والتوقيت هنا ممكن يبقى سلبي. هما محتاجين بيقولوا نتعلمها فكرة بصراحة ان كلنا. احنا
اللي احنا طبعا هو بنعملها. الامتنان مهم جدا جدا، لكن التوقيت اللي احنا نقول فيه، وده الجزء التاني بقى اللي هم بيصنفوه من الايجابيه السامه، اللي هي مجموعه حاجات احنا بنعملها واحنا متخيلين ان دي اقصى شيء وحاجه حلوه ورائعه، هم شايفينها ان دي ايجابيه سامه. فكره زي مفيده قالت ان احنا لو حد بيشتكي لنا في اي حاجه ان احنا نقول له خليك ممتن للي عندك، احنا بنفكره بالحاجات الحلوه صح. اللي موجوده في حياته، احنا مش في بنعمل الوقت كده. ده، ايوه انا هو اعتقد واضح. من اللي مكتوب ان اعمل ده، عشان برضو ما يبقى كلامنا ما يتاخدش غلط، الكلام ده حلو جدا، لكن الدراسه والمكتوب امتى اعمله، هي دي الفكره، ان مش اول ما الشخص ده بيواجه المشكله انا مطلوب مني لا ان هي انا طول الوقت الفكرة، اديله لا هي الدعم ده، الفكرة لا ان اتعاطف شويه. اختيار التوقيت، ان هو في اللحظة دي محتاج يحزن، فاديله فرصته ان هو يفضفض ويحزن، وكل اللي تعمله ان انت تسمعه وتساعده على الفضفضة وعلى الحزن، لانه لازم ياخد وقته. بعدين ممكن تبقى هي المرحلة التانية ان انت يكون هو استوعب، او يكون هو عنده عقل، او يكون الحزن مش مسيطر عليه زي ما كان في اول لحظة، فتبتدي انت تكلمه الكلام بالعقل وبالمنطق، وتقول له ان احنا بنمتن ان احنا عندنا كذا، شوف احنا احسن من غيرنا، انت احسن من غيرك، شوف كذا وربنا هيعوض بكذا. دي حاجات مهمة جدا، لكن التوقيت بتاعها مش في لحظة الحزن او في لحظة الانكسار او في لحظة الخذلان. بعد كده انا عندي نقطه تانية، في نقطه من النقط اللي موجوده في الايجابيه السلبيه، عجبني ايجابيه سلبيه، انا بعمل ده اوقات كتيره جدا، بيبقى عندي اصحاب عندهم موقف او في عندهم مشكله كبيره، قال لك ان انت لما تروح لهذا الشخص اللي هو عنده المشكله دلوقتي حصلت، وتروح تقول له قول لي اعمل لك ايه، قول لي اساعدك ازاي، شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك، انا اقدر اساعدك في كذا، قالك ان الطريقه دي والوقت في اختيارك للوقت ده اللي هو لسه حاصل له المشكله بيسبب له عبء نفسي عليه، ما بيسعدهوش، ما بيحسش بالامان ان انت موجود، رغم ان انت وانت رايح تقول له قول لي انا اعمل لك ايه، انت صادق، انت فعلا عايز تعمل له حاجه تساعده، بس مش وقته، ده بيجيب له برضه بيضايقه جدا، بتبقى عبء وبتبقى عليه، عبء يعني نفسي في عليه، المرحلة دي بتبقى عبء. وبياخدها على ان هو كلام بيتقال وخلاص. وانا بشوف انا لو هتعلم من النصيحه دي بالذات حاجه، هقول ايه؟ هقول انا لما اصحابي لو هم فعلا حصل موقف ومحتاجين مساعدتي، اعتقد ان انا مش هروح اقول لهم اعمل لكم ايه، لا هو انا هراقب الموقف واشوف ايه اللي مطلوب مني في اللحظه دي ان اقدر اعمله، وبدل ما احط له لود نفسي وضايقه، ممكن اروح اخلصها او اعملها بهدوء ويسر، بدون ما انا اروح اقول له انا هعمل لك كذا او انا راح اساعدك في كذا. ده يعني لو شرح بسيط اللي ممكن اعمله لو وقعت في الموضوع ده، عشان ما بقاش شخص ايجابي وسلبي في نفس الوقت. انا اتعلمت من الحته دي، يعني بفكر معاكم. أسوأ شيء ان انت تقول للحد عنده مشكلة او جاي يشتكي لك او عنده اي لحظة انكسار او تعب او تقول له ان انت مشغول دايما طول الوقت. ليه؟ لان انت لما بتقول لحد ان انت مشغول دايما طول الوقت، هو بيترجمها في اللحظة اللي هو محتاج لك فيها، لان انت شخص لا تهتم الا بنفسك ولا تهتم الا بشغلك، يعني بيترجمها ان انت شخص اناني. ولما بتقرر ان انت مشغول قدامه، ده كمان بيحسسه ان انت ما بتعملش حاجة في الوقت اللي بيكون فيه انت بتعمل حاجات كتير. يعني انت لما تقول لحد انا مشغول، فانت كأن الطرف التاني ما هوش مشغول وما هوش يعني عنده مسؤوليات كتير وما هوش عنده وما هوش عنده. ففكرة لاحظوا التفاصيل الصغيرة دي، ممكن يكون هو بيشتكي لك ان هو ساب الشغل مثلا، فقد الشغل، او ان هو فانت اصلا تروح ما تقول له ايه؟ بيشتغلش، فانت تقول له اصل انا مشغول، اصل الشغل. لا يعني ده عارفه انا غلط عندي ايه حاجه كمان جنب غلط النقطه دي، جدا. اوقات كتيره جدا اصحابنا، وبرضو انا بعمل انا شكلي ايجابي سلبي على فكره، اوقات كتيره جدا اصحابي ممكن واحده تكون
حصلت قريب في صديقه ليا مثلا كانت بتعمل بروجكت كده هاند ميد بروجكت، والظاهر ما كانتش ما وافقتش، حصل لها مشاكل كتير والكلام ده كله. وانا فاكره ان انا قعدت اتكلم معاها وعملت زي ما هما بيقولوا لي ما تعملش، رحت قلت لها يا شيخ احمدي ربنا، اهي جت في حبه فلوس امال انا، وابتديت اقارن بالمشاكل بتاعت صحه امي ووالدتي والكلام ده كله. انا ده فاكره كويس انه لسه مخاصر من قريب. فانا دلوقتي بقرا ان غلط انت كصاحب، رغم ان هو صاحبك جدا، رغم ان هو اكيد مش هيفهمك غلط، لكن غلط جدا ان حد يكون بيشتغل او بيتكلمك على فشل في حاجه، ان كان وظيفه ان كان في مشروع، وانت التعليق بتاعك ان انت حالك احسن من حالي، شوف ده انا حصل لي كذا، ده بيعمل له نوع من الاكتئاب والاحساس بان محدش فاهمه، بالاحباط، بيجيب له احباط، بيخليه يكبت مشاعر هو المفروض ان هو قدامك يطلعها ويحكي لك وانا زعلان وانا ضيعت فلوس وانا اجيب منين، بان هو اتكبس ليه؟ لان حس ان صاحبه اللي قدامه بيقول له ايه؟ يا عم ده انت بالنسبه لي انا دي موضوع تافه. على فكره الحاجات الصغيره دي بتفرق، انا اكتشفت حاجات صغيره ان وكلها احنا بعملها الحمد لله. ان احنا لما نجامل حد في وقت صعب، يعني لو صاحبتك ولا صاحبتك جت قالت لك ان هي اتطلقت او سابت الشخص اللي بتحبه او يعني عندها صدمة عاطفية، فاحنا من باب رفع المعنويات فبنقول لها على فكرة انت حلوتي جدا وهتحلوي سيبك ومش عارفة ايه القصة دي. لما احنا بنقول كده احنا بنكبت انها تطلع المشاعر اللي جواها، يعني المجاملة هنا بتبقى في الوقت الغلط للشخص الغلط، اللي هو ممكن هو نفسه يبقى الشخص الصح بس في الوقت الصح اللي تقول فيه الكلام ده، بس مش في لحظة ما هو مأزوم او مهزوم. الحاجة التانية حاجة ان احنا نقول خليك ايجابي، يعني ان احنا نبقى دايما عايزين الاشخاص اللي قدامنا يبقوا ايجابيين، فممكن في لحظة انكسار هو يبقى حاسس بالخوف، فالايجابية دي تتحول لخوف من مواجهة السلبيات. انا بعمل كل مصيبة موجودة في هذا الانترو، بعمل كل والله العظيم انا اتعلمت كتير جدا، يعني معنى كده كل اللي انا بعمله ده انا بستفت واحده صاحبتي والله العظيم من اسبوع فات، والله حبيبتي زمانها بتتفرج عليا، سوري يا بيبي بيبو سوري، انا بستفتها بسبب الكلمه الاخرانيه اللي انت قلتيها دي اللي هي اللي خليك ايجابي، مسكتها وفاكره بقى ان انا كده بديها درس فإن الايجابيه وكل همي وانت ازاي وتستحملي ازاي وانت بنت ناس وانت معاكي وانت ربنا مديكي والصحه وبستفت البنت، واكتشفت دلوقتي ان انا كنت في منتصف بس انا بتهيألي والله ما كان قصدي. ايوه لا احنا محتاجين نسال دكتور نبيل تيجي نعملها الحاجات حلقه دي، ده لازم، لان انا اعتقد ان في لأن حاجات احنا كنا بنعملها بنعملها، فعايزين بجد يبقى في مرجعيه راي تاني علمي بيقول لنا ايه الصح وايه لا غلط. ومش بس يا سوزو المواقف دي علشان ننتبه ليها، ورد فعل كل موقف احنا فاهمينه ان هو بيشجعه بشكل ايجابي، موقفه النفسي السلبي ايه؟ يعني انا ايجابي سلبي انت او الموضوع بتاعنا ايجابيه سلبيه، طيب اوكي الايجابيه ان انا اتكلمت ولا اني ما اتكلمش، طب وليه سلبيه؟ ضره في ايه نفسي؟ فاحنا ايه هنمسك كده وهنكتب تجاربنا، هناخد دكتور نبيل قد لوحده، مش هنجيب ضيوف موقف موقف مش هنجيب ضيوف يا سوزو، احنا كفايه عندنا بنعمل ايه والمفروض نعمل ايه؟ يعني الغلط اللي بنعمله ايه والصح اللي المفروض احنا هنقعده نعمله في النص. هنجيبه كرسي هو قاعد عليه وانا وانتي نبقى الضيوف بتوع الحلقه دي، والله احنا كفايه بالبلاوي اللي احنا عملناها.